موضوع مهم كثير. لما تيجي تدخل الموسم لاحظ في بعض الإناث بصير عندها بيض صغير أو بيض خداج، وهذا سببه خصوصا إذا أنت كنت شاري من عند أشخاص معينة من برا، أو إذا كان أنت عندك طيور موجودة خلال سنة كاملة ما كان دعمها صح، أو ممكن تكون الطيور صغيرة ودخلت الموسم وهي ما أخذت الغذاء الكافي والدعم الكافي زي ما حكينا مرة في موضوع التحميل. أنا برأيي الشخصي موعد الشراء خليه بشهر 11 و12 10 11 12 حتى يعطيك الوقت الكافي لما تدخل الموسم يكون في عندك دعم صحيح. مش أنا أشتري طيور وبعد شهر تشتغل عند الطيور وما أخذت الغذاء الكافي، لأنه تغذية الإناث بالذات اللي بتهمني أكثر ما رح تكون بشكل يومي، لا حكينا تسلسلي حتى تصير عندنا عملية الإشباع عند الطير مشان يقدر يعطيك الإنتاج الصحيح. في بعض الأحيان ما بكون هو موضوع لا كالسيوم ولا غير كالسيوم، وبكون عنده نقص عناصر أحماض أمينية وأملاح مش كافي في الجسم حتى يأخذها الطير، وكل ما الطيرة تيجي بدها تبيض بدها تسحب من الجسم الكمية الأكبر موجودة في الجسم، فأنت لما تيجي تعطيها ما راح تأخذ الكمية اللازمة، راح يظل ترمي بيض صغير وما راح تريح الطيرة وراح تضلها ترمي لك خداج وبعديها ما راح تنتهي بسبب الدعم، لأن الطيور اللي تيجي من برا بتكون مرات مش مدعومة صحيح وانت ما بتعرف شو دعم المربي اللي جاي من برا. اما اللي بتكون هون عندنا في المحيط بدك تشوف تغذية الشخص المربي حتى توصل انت لنتائج افضل من خلال تقديم الغذاء والفيتامينز.